أول ما بيجي لك ملف القضية لازم تقراها. أول ما تجي لك جات لك ملف قضية والناس جاي لك عشان تشتغلهم في القضية، لازم تقرأ ملف القضية في نفس اليوم. إحنا لغاية دلوقتي بيجي لنا القضية، بين السكرتير بيدخل لنا ملف القضية بيقول لهم طيب بعد إذنكم تقعدوا في الاستراحة، بيقعدوا في الاستراحة وأنا أبدأ أقرأ ملف القضية. لأن القراءة الأولى دي أنت بتاخد فكرة عن القضية. أول حاجة أنت هتقبل القضية ولا ما تقبلهاش؟ لأن كثير من القضايا أنا لا أقبلها لأنها بتبقى متعارضة مع أدبياتي ومع أخلاقي ومع تربيتي. يعني أنا ما بحضرش قضايا مثلا الأداب، ما بحضرش حتى لو حصل فيها أتعبها قد كده، هي كده أنا ما أقدرش أقول كلام اللي بيتقال في القضايا دي. فإذا في قضايا أنت مش هتقبلها، يبقى لازم من الأول تقول، مش زي بعض زملائنا اللي ياخدوا القضية يقول له طب هي جلستها إمتى؟ يقول له بعد شهرين، يقول له طيب أنت تجيلي قبل الجلسة بيومين كده هقول لك كل حاجة ويركن القضية، وقبل الجلسة بيومين يقول لا ده ايه ده اداب، انا هاخد اداب، يروح مرجع القضيه لاصحابها. ده ينفع الكلام قبل القضيه بيومين؟ يعني انت بتورط الناس. يبقى القراءه الاولى هي انك بتاخد فكره عن مضمون القضيه انك هتقبلها ولا لا، ادي واحد. ان القضيه فيها اذن نيابه ولا تلبسات، القضيه فيها اعتراف المتهم في النيابه ولا جه، ولا في الشرطة بس اعترف وجه في النيابة أنكر، كل ده أنت بتعرفه من أول قراءة.